بالنسبة للمشاركة ديالنا في المعرض ديال ارفود، هذه المشاركة الـ11 في هذا الموسم. كل عام كيزيد كيجيب الجديد في هذا المشاركة. حنا جينا شاركنا بواحد المجموعة ديال الأنواع ديال التمور ديال المنطقة اللي معروفة بالإنتاج ديال أنواع مختلفة ديال التمور، من أبو فقوس، الجيه، البوسكري، المجهول. بالنسبة للإنتاج ديال الفقوس في المنطقة هو اللي معروفة به المنطقة. كنعرضوا التمور والمشقات، كي العصيان، البوفقوس، المجهول. كانت تشهروا، حنا ما كناش كاع نعرفوا كاع الناس، واشتهرنا وعلمتونا صحابين الفلاحة والحمد لله. وكنتلاقى بالناس وندور اشتراك مع الناس ويعرفوني الناس والحمد لله. كنعرضوا بوفقوس، الجهل، بوسكري، بوطوب، انواع ديال سير. مشاركة كتعرفوا الناس بعدا، كتعرفوا الناس تعرض المنتوج حتى هو باش يتعرفوا لك الناس. وكنجيبوا معنا شي تمر مزيان اللي كنجيبوه في المعرض، عندنا تمر مزيان، الجوده كاينه. المشاركه ديالنا هنا في هذا الملتقى جات باش نعرضوا المنتوجات البيولوجيه ونحاولوا نقربوا الفلاحه ولا الناس اللي كيجيو نعرفهم على الاهميه ديال التمر البيولوجيه. كتعتبر التمر البيولوجيه لانتاج القطاع الفلاحي لانتاج التمر البيولوجيه من بين القطاعات الوعيده، بحيث انها كتساهم بواحد النسبه كبيره في الاقتصاد المحلي في ظل الظروف المناخيه وفي الظروف الجيواقتصاديه. لهذا اغلبيه الفلاحه ديال المنطقه كيراهنوا على الانتاج الفلاحه البيولوجيه نظرا للظروف المناخيه اللي كتسد المنطقه. وكما كتعرفوا ان التمور البيولوجيه عندها خاصيه استثنائيه، بحيث اننا ما كنعتمدوش على المواد اللي هي الاغلبيه انها تكون محافظه. اذا كنحاولوا نستعملوا ما هو موجود داخل الضيعه، كاعاده تدوير النفايات اللي كيكون عندنا، كجريد اللي كيكون عندنا مثلا في الضيعه. كنحاول مثلا اننا نديروا الطحن ديالو ونخلطوا مع الغبار باش نحصلوا على الغذاء ديال النخيل، باش نحاولوا تكون عندنا تمر يخرج بواحد الجوده اللي هي تكون بيولوجيه 100%. من مخلان.